أما الدستور فأجرت حوار مع الكاتب الفلسطيني الأردني إبراهيم نصر الله، قال في هذا الحوار إن الإسلام السياسي من أسباب تدمير حياتنا، واعتبر أن انتشار أعمال الخيال العلمي والأدب البوليسي ظاهرة مهمة جدا للأجيال القادمة، وقال إن الكتابة عن مستقبل الإنسانية والتحذير من مخاطر ما نحن مقدمون عليه ما هو إلا نتاج للواقع.